ديال الاشبال الاناسي تاسست في 2018. كان قبل منها كانت عندنا واحد الجمعيه سميتها ابواب اناسي. ملي خرج القانون الاساسي الجديد ديال 30/9 حولناها من جمعية ثقافية لجمعية رياضية وبدلنا لها الاسم ديالها ولات جمعية اشبال اناسي. خلينا الفرع وخلينا ديك ابواب اناسي كيشتغلوا بها الناس ديال الثقافة. فهاد الجمعية من نهار تأسست كان لينا الفضل بان هذا الملعب يكون هنايا. كيفاش كنا تذكرنا مع الناس اللي كانوا قبل من هذا الرئيس اللي كان قبل من سي البارودي اللي كان قبل من السي عبد الرحيم الوطاس، كنا تكلمنا معاهم على اساس انه يدير لنا ملعب. كان هنا الدص، هنا ملعب القرب يكون عندنا حتى حنايا، وجينا في منطقه يعني حساسه وحده ولايه الامن والشارع العام وداك الشيء، فاستجبوا لنا الطلب ديالنا وداروا هذا الملعب هذا. ولكن كاين فيه بعض الناس سامحهم الله هما اللي اثروا شويه على ما خلاوش هذا الملعب يبقى في واحد الحله جميله كيف تبنى النهار الاول كيف كتشاهدوا الان لا شفتوا معايا. يعني الملعب كارثي بجميع المقاييس، والمشكل الكبير ديالو هما بعض السياسيين باش ما نعمموش، بعض الناس اللي سامحهم الله اللي كانوا تيسترزقوا منه وكانوا دايرين شي وحدين ديالهم هنايا كيسترزقوا منه، واللي هما اللي عطاهم باش يديروا جمعيه رياضيه باش يبقاو يدخلوا قانونيين. فمن تمايا بدات المشاكل، بدا الملعب كيتهالك كيطفلوا عليه بعد الناس هنايا، ولا كلشي باغي يكري الملعب، كلشي باغي يسترزق منه، فوصلت الحاله ديالو لهاد الحاله دي. اما الملاعب الناس اللي كتفهم في الرياضه، الملعب كيتعطى لجمعيه وحده وكيكون عندها واحد كيت شارج دفتر التحملات. كتلقى الملعب مثلا عطيتيه ليه جديد، عطيتيه بالغازون خضر وداك الشيء، كيرد لك حتى السقف ديالو خضر. هادشي ديما كيتهلا فيه. علاش؟ حيت هو عارف راسو الوحيد اللي كيستعمل هذاك الملعب، وماشي كيستعملوا زعما الساكنه الاطفال فقط، وانما حتى الساكنه يعطيهم داك الشيء بقوانين بمواعيد مسائل، ماشي بحال اللي واقع دابا. كتلقى اي واحد تيبغي يجي يلعب كيدخل صحه تيراننا. الدراري وليدات الصغار ما بقاوش كيلقاو الوقت فاش يلعبوا هنايا. راه وليتي كتجي الحصه ديالك باش تلعب تيدخلوا عليك دراري كبار، اش دوي مع من دوي؟ واش حنا باقيين قدنا قد المضاربه؟ ما بقيناش كنضاربوا حنا، صافي حنا كبرنا على هذا الشيء هذا، ما بقيناش قادين لا نضاربوا ولا نجمعوا عصابات لا والو. حنايا جينا نخدموا واحد 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 الشيء نبيل، الا وهي الرياضه. الرياضه والطفل وخاصه الطفل. حنا راه ما عمرنا خدينا حتى درهم. انا النهار يقول لي شي واحد خدي شي درهم واحد، يعطيني ورقه وحده خديت بها درهم واحد من عند اي واحد، اي مسؤول لا قديم لا ما بقاش ولا جديد دابا حاليا، يقول لي خديت درهم واحد يديروا معايا يحاسبوني، يديروا معايا اللي بغاو. انا مستعد للمساءله قانونيه، مستعد انا نتسال قانونيا الا خديت درهم واحد. ما عندي حتى درهم، ما عمرني خديت شي حاجه من عند هاد الناس لا اللي قبل ولا اللي جايين. انتم ما شوف هادشي خويا راه معروف لما كيتعطى ما بقاش ندوي فيه. انا شوف انا ما كنبغيش ندوي في هادشي، ما كنبغيش ندخل فيه، لان الناس راه قلنا شحال هادي، قلنا الناس قلبوا على الناس اللي باغا تخدم رياضه والصالح العام، ما تبقاش تقلبوا على صاحبك. باك صاحبي هذا راه هادشي اللي كاين هنا، راه باك صاحبي انت صاحبي، اجي دير جمعيه انا نعطيوك نديرو لك باش تعاوننا في الانتخابات. راه ما عنديش مع هادشي انا حيت تعرفوني ما عنديش مع هادشي، راه ما كيدوروش بيا انا. كاين شي حاجه المعقول، شوف حتى من الماتيريال، ماتيريال واخدو من جيبي الخاص، كواري ماتيريال خدينا شي ماتيريال ما كاينش كاع عند فراقي ماشي عند جمعيات، ولكن في الاخر ما بقيناش قدروا نجيبوه لنا. راه ولا تيتخول لينا حنا، كيتحيد لينا، كيجيو يدخلوا عندنا عصابات هنا، كاين اللي كيدخل بالحشيش ديالو، كاين اللي يدخل بالجنويه ديالو، واش ما عملنا الدوي؟ خاص هاد الناس المسؤولين ينوضوا معنا شويه، وعدونا بزاف ودابا بغيناهم ينوضوا بصح من غير وعود ولا حتى شي حاجه، ينوضوا يصلحوا هاد الملعب. الملاعب القرب اللي كاينه وبالخاصة في منطقة أناسي تنوض تصلح، يصلحوها ويعطوا الناس اللي باغا تخدم. ما تنقولش انا قولوا لي سير بحال كنمشي بحالي، ولكن راه نبقى ندوي عليكم نبقى نتابعكم الا ما صلحتوش. انا يصلحوا الملعب باش ما تقولوش واحد راه كيدوي على راسه حيت جات عنده الصحافه كتصور معاه كيدوي على راسه. انا ما كندويش على راسي، انا بغيتوني من دابا نمشي، جيو عندي قولوا لي سير حيد علينا من هنا، ولكن راه نبقى ندوي عليكم دائما. بقى فوق ما ندوز هذا الملعب نشوفه ما مصوبش، غنعيط للصحافه وندوي عليه.
دائما خاصكم تصلحوا الملعب وتصلحوا وتعطوا الناس اللي كتخدم، ما تعطوش لاي واحد، عطوا الناس اللي تستحق ويديروا ذوي الاختصاص. ما يبقاش الاداره يعطوا لاي واحد يولي مدير رياضي هو لا علاقه له بالرياضه، نعطيو لواحد اللي ولد رياضه باش يخدم لينا الرياضه.